السلام عليكم متابعي قناه يوت صفاء، كي دايرين؟ لاباس عليكم. اول حاجه كنشكركم على المتابعه ديالكم، ولاحظت نسبه كبيره نتاع ماشي غير النساء، حتى نتاع الرجال اللي كيتبعوا الفيديوهات. كنقول لهم تبارك الله عليكم. بالنسبه لليوم غادي نقدم لكم لي بات المكرون بالفقاع شامبينيون وبصلصه البيشاميل، كيجي غزال هاد لي بات نتاع الفقاع. في المقادير غادي نحتاجو 500 غرام تاع لي بات، اي نوع كتبغيو، كاين ديك الرولي ولا اي. انا غادي نستعمل هاد لي بات، نتوما تقدروا اللي بغيتو. عندي هنايا نص كيلو، عندي هنايا 300 غرام نتاع الشامبينيون اللي غادي ندوزوها في الزبده، 300 غرام. تقدروا ديروا المقدار اللي بغيتو، وتقدروا تعوضوا الا ما كيعجبكمش الشامبينيون، تقدروا ديروا الطون ولا ديروا الكفته، داكشي يبقى حسب الرغبه. غادي نحتاجو الجبن المبشور اللي غادي نبشرو، غادي نحتاج الزبده فاش غادي نشحر الشامبينيون. عندي شويه نتاع الزيت، وعندي الملح وليبزار، وبالطبع صلصه البشاميل اللي غادي نخلي حتى الاخير نوجدها باش ما تعقدليش. حتى كطيب لي لي بات عاد كنوجدوا صلصه البشاميل. هنا انا درت الكاسرول ديالي فيها الماء، غادي نخلي حتى كيطبخ، عاد غادي نرمي لي بات باش يطيب. خديت المقلاه درت فيها معلقه كبيره نتاع الزبده، وغادي ندير فيها الشامبينيون. ندير شويه ديال الملحه، دائما الملح كيبقى حسب الذوق، كذلك شويه ديال الليبزار، وغادي نخلط هاد المقاد هذا. صافي كنخليوها غير واحد شويه، واحد دقيقه ولا. الشامبينيون في الساعه، يعني هاد الشامبينيون عندي معلب، يعني ما كياخذش بزاف نتاع الوقت. يلا كنشحرو. ثم غلى لي الماء، غادي ندير لي بات. كما قلت لكم تقدروا تستعملوا اي نوع بغيتو. كنرصوهم، غادي ندير شويه ديال الزيت، نديرو شويه نتاع الزيت باش لي بات ما يتجلليش. كذلك غادي نديرو الملح. صافي وكنخليو لي بات ديالنا يطيبو مده تقريبا، مهم على حسب لي بات كل نوع كي داير. المهم ما كنخليهمش حتى كيطيبو كامل، كنديرو لهم يعني كيبقى لهم شويه باش كيطيبو، باش حيت غادي نديروهم في الفرن باش ما يتعجنوناش. نتمنى تكونوا فاهمين. غادي نخليهم انا يطيبو، عاد نولي باش تشوفوا معايا الفقاع. انا غادي بحال هكا عندي دي مورسو كبار، غادي نقطعهم حصل على احجام صغيره. انا غادي نكمل التقطاع، اذا عندكم الفقاع صغير صافي بلا ما تقطعوه. صافي هنا لي بات ديالي طاب، خاصو غير واحد شويه حيت غادي نديرو واحد الطبخه في الفران، نخليو غير شويه باش ما يتعجنناش. والفقاع ديالي كذلك تشحر، الجبن عاود حكيتو، وهنا صلصه البشاميل اي واجده. وغادي تلقاو ديال لي فيديو ديالها في الفيديو مع الفيديوهات نتاع يوتيوب ديالي، راني عطيت لكم الوصفه ديالها كتجي رائعه. والان انا وجدت هنا صينيه، نتوما تقدروا ديروا اي صينيه اي نوع نتاع الزاج ولا. انا غادي نديرها هكا دائريه، وغادي نتبعوا الطريقه نتاع وضعها في الصينيه. اول حاجه كنديروا لي بات، كنسرحوهم على الصينيه، من بعد كنضيفو لي شامبينيون، كنوزعوهم. كما قلت لكم تقدروا تعوضوهم بالكفته ولا الطون. انا شي مرات كنديرها غير بوحدها، ما كنديرش حتى هاد لي شامبينيون، كتجي جديده غير بصلصه البشاميل، كتجي رائعه. والجبن كذلك ولي شامبينيون. صافي وغادي نديرو لاصوص بشاميل. كنوزعوها. انا هنا خديت لتر تاع الحليب،
كما قلت لكم الفيديو غادي تلقاوه مع لي فيديو ديالي تاع طريقه تحضير صلصه البشاميل. طريقه سهله وكتجي لذيذه بهذا الشكل. واخر حاجه كنضيفوا الجبن. غادي نضيف هنا غير نصف الكميه حتى كنجي نزلها لتحت تاخذ لي واحد اللون. عاد كنضيف النصف الاخر صافي. وهي المكرونه بالبشاميل واجده. الفرن ديالي راه سخون غادي ندخلها كتبخ كتغلي صافي. ملي كتغلي كنزلوها لتحت كتاخذ لنا واحد اللون زوين. غادي نوريكم المنظر النهائي ديالها. الان بعد ما طابت لي بات كما كتشوفوا خدا لي هذا اللون الجميل. كتجي لذيذه. نتمنى تجربوها وتردوا عليا في التعليقات. كذلك ما تنساوش الاشتراك في القناه باش يوصلكم الجديد ديالي والضغط على لايك. ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو وبالصحه والراحه والى اللقاء. انا قطعت لكم واحد المورسو كما كتشوفوا ما كتجيش معجنه كتجي مفروزه. علاش قلت لكم ما تخليوهاش طيب بزاف بزاف. الان غادي نخليكم باش نمشي نتعشى حيت كتعجبني بزاف هاد لي بات. الى اللقاء.